تنبيه بسيط لأبنائي وبناتي وأخواني وأخواتي الذين يردون على من ينتقدني أو ينتقد حضرات أو ينتقد الأسلوب أو ينتقدني في شخصي أو في ذاتي أو في عرضي أو في أي شيء، يعني أرجو منهم ألا يردوا عليهم، لأن الرد عليهم تدخلك في متاهات ما لها أول ولا آخر. هم فهموا خطأ، وأنا بالنسبة لي مسامحهم، وأسأل الله يعفو عنا وعنهم ويغفر لهم، يعينهم في دينهم ودنياهم، ويريهم الحق أينما كان. محاولة الدفاع عني أو الرد عليهم أو تبيين الصورة لهم تدخلون في متاهات أبنائي وبناتي طويلة عريضة أنتم في غنى عنها، فاتركوهم. يعني هذا وجهة نظر، هو حر، هو يرى أن هذا الرجل لا ينفع، خلاص اتركه، لا ينفع يعني هو هذا وجهة نظره، هو يرى كذا، سواء في تويتر أو في فيسبوك أو في انستغرام.